اللهم اغث القلوب بالايمان والارض بالمطر والارض بالمطر والرحمه يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث، انزل علينا الغيث، انزل علينا الغيث، انزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا صحا عاما طبقا مجللا الى قضاء الحاجه. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مجللا صحاء عاما دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله رحمة للحاضر والباد. اللهم سقيا الرحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا الرحمة. استووا تراصوا. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله الواسع المجيد لا إله إلا الله المؤمن لكشف كل كرب شديد لا إله إلا الله المرجو للإحسان والإفضال والمزيد لا إله إلا الله لا راحم ولا نافع سواه للعبيد لا إله إلا الله ولا ملجأ منه إلا إليه ولا مفر ولا محيد أستغفر الله 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 وأتوب إليه سبحان فارج الكربات سبحان مجيب الدعوات سبحان مغيث اللهفات سبحان محيي الشدائد والمكروهات سبحان العالم بالظواهر والخفيات سبحان من لا تشبه عليه اللغات مع تنوع المسؤولات سبحان القائم بأرزاق جميع المخلوقات في البرارة والجبال والبحار والبلاد والفلوات سبحان من لا تغيض خزائنه مع كثرة الإنفاق في جميع الأوقات سبحان من عم بستره ورزقه حتى العصاة اللهم وفقنا لتوبة النصوح حيث إن الوقت ممكن وباب التوبة مفتوح أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب الهادي إلى الصواب وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطر فما سأله سائل فخاب يبتلي ويمتحن يبتلي ويمتحن ليدعى فإذا دعي أجاب منزل الكتاب هازم الأحزاب منشئ السحاب وينزل الأمطار فينبت النبات والأشجار فيها الفواكه والثمار مختلفة الطعوم والأزهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وأشكره على نعم تفوق العد والحساب وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أشرف النبي أنزل عليه أفضل كتاب اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير آل وأصحاب أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه واستغفروه وأخلصوا له العبادة ووحدوا له فإنه خلقكم لعبادته وأمركم بتوحيده وطاعته عباد الله تدبروا القرآن تلين قلوبكم وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ثم إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخير المطر عن حروثكم وأشجاركم إن ربكم أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه قولوا كما قال يونس عليه السلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقولوا كما قال الأبوان عليهما السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول ما تسمعون فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات عباد الله
قولوا كما قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وأطيعوا ربكم بقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير وقولوا كما قال نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وكما قال هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وكما قال شعيب عليه السلام واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود اللهم أغث القلوب بالإيمان والأرض بالمطر والأرض بالمطر والرحمة يا رب العالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا صحا عاما طبقا مجللا إلى قضاء الحاجة اللهم اسقنا واغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مجللا صحاء عاما دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله رحمة للحاضر والباد اللهم سقيا الرحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا الرحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركاتك واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إخواني توبوا إلى الله توبة صادقة حافظوا على الصلوات في المساجد ابتعدوا عن المحرمات من الربا والزنا ابتعدوا عن المنكرات ابتعدوا عن المنكرات وليبتعد المسلمات عن التمرج ومخالطة الرجال الأجانب أيتها المسلمات لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ليحذر الجميع من تعدي حدود الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمركم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم على واذكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ثم قلبوا رداءكم وتوبوا إليه توبة نصوحة صلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله بارك دباتهم باكينتا دباتا كينتا دباتا لاسنا إلهي سوى أق إلهي دباتا يسنى هاي أو يسوى أبا هنى هاي حدنا wuxuu inay yidhi ibariya oo wixii weydiista halka dhabaata idin ku timaado ibariya oo wixii weydiista buuxi wuxuu fafirru ila allah talaw muslimiintay xagga allah u arada halka dhabaata idin ku timaado
حق الله وعرنا أيوج هذا أنت دبعت إنه قلت ما ده إنه حق الله وعرنا وينه تطيه وركض ربه أيوه إنه كريا سل آيات أي آخر كده شيء يسوع وحولوا والففروا إلى الله كل كدبعت إنه قلت ما ده حق الله وعرنا حداد وعرنا وينان إن لكم نذير مبين والذين دقيا والذين دقيا أدباتنا إذن قبصته تقدرن بايدن كؤمن دونته إثنى تادن بايدن كؤمن إبريا أو توبة كان أو سنوى نومك سمين إن الله بري لي توبة كان كيو إيا أمواتك أنا سوى الله إمانا إنو سمين يبو إلهيج سمين يبوج آيات أقول كلمة عليه رصيف يرسو ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين والذين دقياب إلهي والذين يعني تكرى هذا البري وإذا تكرى الذين كدقيا آيات آيات كحك توحوا إلهي ولا تجعلوا مع الله إلها آخر والإلهي ألك له حصوب البردير أوه أورننا إله كلا جره هأورننا والله إسحق آيضان ومذنا أمر تحي مذنا النهي تحي بل هذا الله آيض مضل بوحا كدن بيئيك كل كي ليلي ولا تجعلوا مع الله إله آخر ورع الله كلها صوبر بردقين إلهي سيد آيات ديهوري أيو إلهي إني لكم نذير المؤمن ونذين ديك يا بوت بل ما شاء الله لا آيات كل كاس لا يكتب كل كا نبات الدعاء أو إلهي بري ويدو إي إلهي وإله كلا ربر بردو ربا عصا ما شاء ولي الله ربا ذي بوح إلهي إنه قد ديك إني لكم نذير المؤمن ونذين ديك يا بوت حتى إلهي إله كلا صبر بردتان ونذين ديك يا نبات هاي الكسوة صوتا حضر إبري وإذا كنت دبعت إذا كنت ما دنا وحا إذا كنت صوص على دبعت كله إلهي بريا إبري بود كل كاتي إنا قوكو عمل فلي نواي نغن الله بريغا سمينة صوب دون تواي نغن سمينة واي نغن مساج يقول يقولون اسمون نمد مركا سياسي نكغن نمد غلينا تضبور نقود نعضايا نكغن نمد غلينا بريا لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك يا الله أرنا إلى وين أركا يا وين نوجي هين عند باته سنة يا الله أرنا يسوع كوك أو كأركا إلى هذا بريه أيو إن أمري كل كواصلة إلهي أم بريه كل كإلا بالله تبارك إلهي الله بريه بريا لا حول بريه الله توبة كيرو إلهي وحي كتبت الشيرتي إلا سورة القرآن الأغريو سورة لها سوحي آية لها القرآن كالا ديريهين أستغفر با كجرسة أستغفر يا كجرسة كل كاميشي وحلا قرتي خوب دون تيبا إلا أستغفر تحيون إلا ذنبقا أي مسمينو ما دباتنا كالي كل كأستغفر الله أستغفر الله أمبابا خوب دون تيبا هذا سورة يكون جسم الله أغريه أستغفر الله أغريه خوب دون تكو وحكا أستغفر أم بابكا وإن إلهي أستغفر الله أستغفر الله اللي إلهه إلهي لبريه كل كعلم الله ينور ما يسوع ذي وانا ذي وحشيك يا الله كجزيين واتاين تاسنا نير رعيي بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا السرور في جميع الأمور تيسير وكل عسير فإن على ذلك يسير اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبق المجلال عامة اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغالدين ولا تجعلنا من الغالدين
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.